مشاهدينا اهلا بكم مجددا. ضيفتي غنت حطيتك في بالي ومعقول واحبك بالبدوي، اعمال جميله بقيت في ذاكره المستمع العربي طويلا، وهي اليوم ضيفتنا في استوديو اليوم نستمع على اخبارها وجديدها وصوتها الذي لا يمل. نرحب بالفنانه رويده المحروقي، اهلا ومرحبا فيك معنا. اهلا ومرحبا فيك حبيبتي. اهلا. بالبدايه حابين نبدا من جديدك الفني، شو بتحضري من اعمال فنيه؟ أخيرا بعد فترة طويلة طبعا بديت أجهز. عندي حاليا ثلاث أغاني شبه أكيدات، يعني أنا بس باقي تركيب صوت، سوينا توزيع and everything، والبلان إن هالأغاني إن شاء الله راح تتصور. فالبلان هالسنة إن أي سنجل أنزله إن نحاول إن السنجل هذا يتصور ميوزك فيديو. وفي خطة جديدة بعد إن راح تضاف لها الأغاني أغاني ثانية بستايلات مختلفة شوية، شوي غربي أكثر من النورمال مالي بعد. and نشوف هالخط الجديد كيف راح يصير. طيب حدثينا أكثر يعني عن هاي الأغاني، خلينا نفوت بتفاصيلها، يعني أكيد في شيء جديد يمكن بعد فترة الغياب اللي اشتاق لك الجمهور فيها. الثلاثة اللي عندي اللي اوريدي بيسكلي اشتغلت عليهم وصرنا عارفين شكلهم والكلمات and everything، واحدة منهم ستايلي أنا بس على أجدد شوي، يعني هذه اللي أنا كثير معتمدة عليها ويعني حاسة أن هذه اللي راح تسوي الجو أكثر شيء. عندي واحدة ثانية جو خليجي شوية بس مع طبعا شوية الهب اللي نحن نحطه عشاني أنا عشان ماي إيش ستايلي. الثالثة سلو 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 يعني كثير سلو. الثالثة سلو أغنية مش حزينة، هي فيها شوية نبرة حزن بس هي فيها إيجابية شوي. أنا بمعناها أن الحياة ما تنتهي يعني. أها في أمل. يا. طيب يعني كان في فترة غياب أو انقطاع عن الشاشة أو عن مستمعينك ومحبينك، حدثينا عن سبب هذا الانقطاع أو الاختفاء اللي سموه الجمهور. شوفي كنت دائما أقول في الأول، يعني من فترة لما بديت أختفي في الأول فعلا كان اللوم يمكن على أني أنا كنت معتمدة كليا على شركة وعلى مجموعة أشخاص هم اللي يسووا كل شيء حقي. فلما فجأة خلصت من الشركة وبدينا ندخل في مفاوضات مع شركات أخرى ونفس الشركة، أخذ هذا كله أخذ وقت. بعدين اللوم علي أنا، because I think اللي حصل أني أنا بعدين دخلت في مرحلة اكتئاب، شبه اكتئاب، يعني مش من الناس اللي يكتئبوا ويحبطوا، يعني مش من هالنوع. بس شو سببك؟ بس ادخل في هالمزق مود، يعني تعرفي لما تكوني انت في مكان معين وتتوقعي ان وكل شيء يتغير بسرعه حواليك، يعني الماركت تغير، طريقه التسويق تغير، everything تغير، معايير الفنان اليوم تغيرت. فكل هذا، وانا في الاول ما كنت متقبله الموضوع، ان انا في مخي ان لا أنا سويت ألبومات كثيرة، خمس ألبومات وعندي أغاني ناجحة وهذا المفروض الواحد يتعامل معي على هالأساس، يعني خلاص هذا كان الفكس عندي في المايند. بس بعدين بديت شوي أقتنع أنه نو في تغييرات ونحن لازم نواكب هذه التغييرات ولازم نعرف نتعامل مع هالتشينجز اللي حاصلة. فيمكن هالشيء سبب لي شوية إيجابية، أعطاني شوية إيجابية لأن طريقة التفكير تغيرت. وأنا كثير صعب أحصل أو أشتغل مع حد مدير أعمال، يعني أنا ما أتفق مع حد بسهولة بكذا، شوي عنيدة في شخصيتي بستايلي، يعني ما أحب حد يفرض علي أني أنا أغير لوني تماماً، ما أحب. فلما يعني رحنا وجينا وهذا وفاينلي الحين مع تامر بيطار اللي أنا أوريدي هو صديقي من زمان يعني وسوينا كم شغلة مع بعض، بس حالياً صار هو ماسك شغلي شال بعد عني لود التفكير انه شو النكست بلان، خلى اللود عليه والحين صرت انا اقدر تفوكس على نفسي. حكيتي كلمه مهمه انه تغير معايير الفنان عن قبل والان، يعني كيف هذا التغيير؟ كيف كان؟ كيف صار؟ او شو هي المعايير؟ زمان كان الفنان كانه موجود في قصر فوق، والناس يعرفوا عنه بس الدعايات والبروموز والصور والميوزك فيديوز ولما يشوفونا في لقاءات وبس. وما في هذا ما في التعامل او الانتر اكشن المباشر مع الناس الا عن طريق الحفلات. انا موجوده في حفله فبيكون الفانز او الجمهور موجودين، ناخذ كم صوره ويلا نطلع. مثلا يطرشون لك رسائل، ايميلز، يحاولون يوصلون لك اشياء، وات ايفر عنوان يقدرون يوصلون. اليوم صار لا، الموضوع صار
حتى لو انت مش حد سويتي شيء مهم في حياتك، مجرد انك انت اليوم اكتف في السوشيال ميديا هذا يخليك انت لك مكانه خاصه. بغض النظر انت شو سويتي، بغض النظر انت شو قدمتي، بس طبعا اكيد اللي الشخص اللي ينتج واكيد الشخص اللي يسوي واللي يقدم اكيد قيمته تظل يعني ما يفقد هالقيمه. لان انت بعد ما يخلصوا هالاعداد ويخلص السوشيال ميديا تظل انت شخص، يا اما انت قدمت شيء مفيد او سويت شيء في حياتك وانجازات او انت ما سويت. بس ستيل اليوم مثلا ما صرنا محتاجين الشركات وهالاشياء، اليوم عندك السوشيال ميديا، عندك الفان صار كثير مباشر. فاخذنا وقت لما نحن مثلا اللي متعودين ان نحن نكون بعاد نغير الفكر انه لا اتس اوكي انا عادي انا اتعامل معاهم، عادي يكلموني اكلمهم. صرتي لازم تتعاملي معهم، صرتي تحسين هذا الموضوع ايجابي او سلبي التعامل المباشر في الأول والى ايجابيات سلبيات؟ في الاول كنت مش متقبله مثل ما قلت لك، انا كنت حاسه انه واذا طلع حد قال كلمه، اذا حد كلمنا بطريقه يعني شو يعني امسك التلفون واصور نفسي، يعني مش متعوده ما احب، يعني مش من النوع اللي احب اكلم نفسي. يعني اتذكر زمان لما يكون في تلفون تتركي فويس نوت ما كنت احب اترك لان احس اني اكلم نفسي. فجاه صار الموضوع لا منتشر انه فونز، فبديت احبه يعني تعودت، صرت احب الموضوع لان صرت احسهم قراب، احسهم لا اقدر اكلمهم يعرفون عني، وبعدين صاروا يعرفون شخصياتنا. يعني ماخذين كانوا فكره، في كثير ناس ماخذين فكره نحن مغرورين، شايفين نفسنا عايشين حياه ما اعرف كيف، فلما يصيرون قراب يشوفون جزء من حياتنا اللي هو شيء حلو. هو يمكن ساهمت يعني في تقريب صوره الفنان الطبيعي من جمهوره اكثر، هو تقريب وفي فوائد كثيره غير هذا. الفائده الثانيه ان نحن بحكم شغلنا ساعات، بحكم سفر، بحكم وات ايفر، حتى انت اليوم في اشياء انت ممكن تسوينها الشخص العادي ما يسويها او ما يكون اوبن انه يكتشف هذا الشيء، فاليوم انت تقدرين تفيدين الناس باشياء مختلفه. طيب احنا لما اعلنا انه انت موجوده معنا عبر صفحه برنامج اليوم على الفيسبوك كان في كثير رسائل من معجبينك وفي طلبات، احنا يعني حابين ناخذ طلبهم انه يسمعون شيء بصوتك، واكثر طلب كان على اغنيه حطيتك ببالي صراحه. فخلينا نسمع منها مقطع صغير. حطيتك في بالي وشغلت بك حالي، إلين أنا أصبح في قلبك الغالي، مهما تصد عني ولا تبعدني وراك أنا والله مالك مفر مني، وراك أنا والله مالك مفر مني. الله يعطيك العافية. طيب تحدثتي انه انت يعني عندك اعمال جديدة راح تكون قريبا يشوفوها المشاهدين، راح تكون هي عبارة عن البوم تجمعيها بالبوم او مجموعة سينجلز؟ البلان حاليا الخطة اني لا سينجلز، الخطة اني انزل سينجلز وكل سينجل يكون مصور. ما اعرف الحين مستقبلا بعد كم شهر لو لقيت الاغاني زادت وفضلت احطها في البوم، بس احس الالبوم اليوم ما له كثير سوق الا اذا كان شيء اونلاين طبعا. ويمكن تنظلم بعض الاغاني بالالبوم. يس كانت اغاني كثير تنظلم زمان، يعني من تجربتي يعني نزل 8 اغاني 10 اغاني، انا ما كنت ازيد عن 10 اغاني. ويعني نكون محظوظين لما اغنيه ما تصورت تكون تنجح، كنت استانس انا احس انه اوه ناس سمعوها، لان الفوكس دائما يكون على عنوان الالبوم اول اغنيه في الالبوم، يعني اول اغنيه والاغنيه اللي مصوره. هاي الثلاث اغاني هي اللي دائما تاكل الجو. صح. طيب كان في سؤال من الجمهور ايضا على صفحه الفيسبوك، من تخرجك من استوديو الفن اليوم، طبعا مسيره كلها مفاجات كانت، برايك يعني شو الشيء اللي كان نقطه التحول في مسيرتك الفنيه؟ استوديو الفن. استوديو الفن اللي بدايه كل هالقصه هذه، يعني لو مش استوديو الفن انا احب اغني، وكنت احب اعزف، كنت ادرس بيانو وهذا، وكنت اخذ سولفيج بس مزاج، يعني كنت اغني في المدرسه بس ما تخيلت في يوم انا ممكن اصير مطربه. فاستوديو الفن نقطه تحول، بعدين طبعا بديت اغني هناك. نكست ستيب كان طبعا دائما اول البوم، اول البوم دائما لها يعني في احساس غير مع الالبومات. وطبعا
في دعايه كثير مهمه سويتها في مسيرتي الفنيه بعد، كانت هذه كثير مهمه لليوم. ما اعرف اذا هذا الشيء حلو او لا، لان لما تسوين برومو او دعايه لمنتج كثير كبير على كثر ما هو يوصلك لمكان كبير، على كثر ما هو يخرب على الثانيين، يخرب على اشياء ثانيه. بس هذه ثلاث اشياء مهمه. يعني برايك اذا الجمهور عرفك بشيء او اخذ عنك انطباع انه انت مثلا بالاعلانات او بمثلا بس الاغاني او بس بالتمثيل، ممكن هذا الانطباع يظل، او ممكن انه الفنان لا يقدر يعني يكون شامل بكل هاي الاشياء؟ الفنان مفروض الفنان مفروض انه يكون شامل، لان بالاخر فنان، فحس في عنده حس معين. يعني مش غلط الممثل يغني والمغني يمثل، ومن زمان في الافلام وفي يعني في كثير اشياء نشوف انه قادر يقدم. طبعا اكيد بيبدع في شيء يمكن اكثر عن شيء في بعض الحالات، وفي ناس قادرين يبدعون في شغلتين at the same time. فمش غلط ان الفنان يكون شامل ويقدر يسوي كذا الشغله، ليش لا؟ طيب من الاسئله اللي وردتنا على صفحه الفيسبوك كمان، انه كيف تقيمين مسيرتك الفنيه منذ انطلاقتك وحتى اليوم؟ اقول الحمد لله. يعني ارجع اشوف يعني في هالفترة اللي أنا قعدت فيها شوي، كانت فرصة أن أفكر كثير، مثل ما قلت لك، من بين اكتئاب لإيجابية لسلبية وكثير تخبطات. لما أفكر في اللي سويته في حياتي، أشكر ربي الحمد لله جد، وأشكر كل الناس اللي كانوا معاي، واقفين معاي، فانز، متابعين، whatever، أهل، لأن كثير سويت أشياء حلوة، وكثير شفت أماكن حلوة، وكثير تعرفت على ناس. يعني يمكن أنا لو ما كنت قدمت كل هالأشياء ونجحت في كل هالأشياء، يمكن ما كنت وصلت لهالمكان. في أغاني ناجحة كثير، كل ألبوم الحمد لله كانت في أغاني ناجحة، يعني ما نزل لي ألبوم ما في أغنية أو أغنيتين على الأقل ناجحات. فأقول الحمد لله. طبعا ما أحس أني وصلت، أحس أنه بعد في كثير ممكن أسويه. أحس لازم أغير الشكل ناو، الكاركتر شوي، مش أغير الكاركتر كثير، بس أغير بعض الأشياء، لأن صار لازم أغير. بس اللي سويته للحين أنا أقدر أقول أني أنا I'm proud of. وإحنا فخورين. طيب خلينا نسمع شيء ثاني من اختيارك هالمرة. الله الله من لنا لا رحلتوا عننا، لا نسيتونا ورحتوا وافتكرتوا غيرنا. الله الله من لنا راحت نسون الهوى، حب ما مثل استوى، قلب ضميم ارتوى ينشد أيام الهنا. الله الله من لنا. يعطيك العافية. طيب بداية حديثنا تحدثتي أنه من خلال اختيار الأغاني كنت حريصة أنه مثلا اللحن أو الكلمات تكون قريبة منك، من شخصيتك، فشو العناصر اللي دائما تحبين أنه تراعيها حتى تدخلي، لأنه أنت تتميزين بستايل معين خاص لإلك، تمزجين يمكن بين الخليجي وبين فنون أخرى أو يعني تقنيات أخرى باللحن، فشو العناصر اللي تختاريها؟ في كثير من الأغاني اللي اشتغلت عليها أكون اشتغلت على اللحن فيرست، يعني مثلا أختار الإيقاع اللي أبغى، يعني مثلا سامعة بيت عاجبني كثير غريب، أقرر أن هذا البيت نبغى نشتغل عليه، فنبتدي نركب لحن على هذا البيت. بعد ما أركب اللحن أسمع الجو كيف صاير، وعلى هالأساس أركب الكلام، مثل أغنية وريني الكلام تركب آخر شيء بعد ما حسيت باور الأغنية، لأن ساعات أنت تاخذين الكلام يأثر على مود اللحن. فأنا أحس العكس يصير سهل عندي، أن أنا أقدر أتحكم بستايل الكلام. أحب الكلمات يكون فيها كلمة كاتشي، كثير أحب الجملة أو الكلمة اللي تعلق، مثل حطيتك في بالي، أو يقولون، أو وريني، أو في أشياء أحب أن الجملة تكون واحدة، جملة واحدة لازم تكون كاتشي كثير. أحب الأغاني اللي انتروهاتها قوية، يعني دام الانترو يكون very strong، احب هالاشياء، احب اسمع البيت البيس، احب في اشياء انا احبها في الاغاني، احب صوت الجيتارز في الاغاني.
انت من الفنانين الخليجيين القله اللي داخله والجيتار، يعني موجود في فنانين داخله، لكن يمكن انت من القله اللي تحبين وجود الجيتار، على اللحن الخليجي. كثير احب الجيتار ومدخله الكتريك جيتار، مدخله ساكسوفون في واحده من الاغاني عندي، في احدى الاغاني، فانا احب صوت الجيتار كثير. يعني انا حتى في الفرقه معي من الآلات اللي لازم تكون موجودة معي عادة الجيتار. طيب أيضا على الفيسبوك عنا طالبين أغنية كمان مرة، وهي المرة طالبين أغنية خاصة منك أنت تختاريها وتكون موجهة للجمهور، خاصة يعني تعني لك شيء. تعني لي. نقول يقولون. يقولون. يقولون من تغلى تخلى علينا وانا عنك ما تخليت، وغالى الروح والدلع فيك يحلى، تغلى وانا غيرك ما تمنيت. يقولون من تغلى تخلى علينا وانا عنك ما تخليت، وغالى الروح والدلع فيك يحلى، تغلى وانا غيرك واتمنيت. سوري. من الجو برا. شكلها ايوه، انا كنت مريضه من اسبوع فبعدني ناو يعني ريكفرينج. سلامتك، الف سلام عليكي. طيب يعني اشياء حققتيها واليوم راح تحققيها، اخيرا يعني راح نختم معاكي بسؤال، وين طموحك مثلا؟ يعني وين حابه انه توصلين؟ وين حابه مثلا لا بعدين مرحله فنيه معينه توصلي لها؟ الغريب ان طموحي من زمان للحين في عندي اشياء في بالي ستيل ابى اسويها وما سويتها، وفي اشياء كثير سويتها ما كنت اتوقعها، بس فعلا في اشياء خاطري اسويها. اتمنى الحين خطتنا الجديده تكون متجهه اكثر للي في بالي. ما اقدر اتكلم عن خطه. بس بعدني ما سويت، يعني اي انسان يحس انه هو وصل وسوى كثير اتوقع انه يكون واقف هناك. في كثير اشياء ما سويناها، في كثير اشياء ما جربتها، في كثير ميوزك وثقافات بعد ما استعملتها. احنا نتشكرك جدا على وجودك معنا، احنا ننتظر جديدك وجمهورك ينتظر جديدك الفني. النجمه رويده المحروقي، شكرا لك. شكرا يا هلا. اذا مشاهدينا في اخر ساعه